إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء. صري عن ملامتي وعتابي، لست تدرين يا أميم بما بي. لو تذوقين ما أذوق من الوجد لما لمت، فاشربي من شرابي. ثم ما شئت فاعذري أو فلومي، واقرعي بالعتاب والعدل بابي. أو ما تنظري برأس اشتعال الشيب مثل المصباح أو كالشهاب أو كالشهاب. يا أميم ابيضت من الحزن عيني، فارفقي بي وراقبي في شبابي. أو فكفي عن المنام، فإني لأخو زفرة وحلف اكتئابي. إن رزقي بالصبط رزق عظيم ومصاب، مر المذاق كصابي. غيل في ناقع من السم ذافته، إلي ضغائن الأحزاب. فقضى بعد قذف أحشاه في الطشت شهيدا، تنعاه آي الكتاب. والحسين الشهيد مما داه من مصاب أصاب صم الصلاب. شق جيب الفؤاد والصبر حزنا وحثى فوق رأسه بالتراب، ومشى خلف نعشه حاسر الرأس حزينا ينعاه للأحباب. وشالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم. ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكن ابن عاش حلو الجهامة، ونشروا على تابوت المشكر هالعمامة.
سفر الجفن عن وجهك شوف هي تعمل، ودعتك الله يا حسن هالسفر لا وين. ريض يا ابو سكنه بجنازه حلوه الاطباء، وعرج بتابوت على مكسوره الاضلاع، وحط على الروضه وخل على الروضه، وخلنا نجدد ودا. ودعتك الله يا حسن هالسفر لا وين، وعرج بتابوت على مكسورة الأضلاع، وخل على الروضة وخلنا نجدد وداع. وقف يا خو وقف يا خو يا ذابت قلوب النساوي، وعرج على قبر البتول بنعش بنهار، وقبره يا خويا لا تحفر بعيد بعيد عنها، ودفن بكترها بالكتيه هون حزنها بجنازة المسموم. ريض يا ضي العين آوى حسينا، لا تأمن الدهر، لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي، فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي لمن أنعى أسوى، لمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقا بين الخميسين. رحت ذبايح يا علي كلما وسهما، اللي قضى مسموم واللي انهرق دمه، واللي تخفى خفية ينبان علمي، وما حد رحمهم يا خلق وكسب نامو. كل الأئمة يا خلق راحوا مجاتين، مثل البتول اللي خدمها الروح جبريل، واللي انضرب ساجد يصلي تالي الليل، واللي قضى مسموم وسط السجن محبوب، واللي اتغرب وابعد بقبره ومكانه،
كل من يزوره يدخل الجنة بضمانه، أنا ويلي على اللي عهده المأمون خانه، واسقاه سمي قطع الأحشاء والنفوس، لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. قيل لسيدنا ومولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي الزكي عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين أفضل التحية والسلام، فيك عظم قال بل في عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إمامنا أبو محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كما يشترك مع آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبقية الأئمة المعصومين في الفضائل والسامي من الأخلاق والرفيع من الصفات، مما شرفهم الله وحباهم بها دون سواهم، فهو يشترك أيضاً ما هم في تلك الظلامات التي وقعت في ساحتهم، ولعل من أهم الظلامات وأوضحها مسألة تنحية أهل البيت. لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، هذه ظلامة يشترك فيها جميع أهل البيت من أولهم إلى آخرهم، وهي أيضا سر تأخير ظهور مولانا صاحب العصر والزمان. لو أن الأمة تمكنه من مقامه الذي جعله الله له لما تأخر ساعة ولما لبث ساعة، وإنما حيث وجود عوامل وعوامل وأسباب تحول بينه وبين القدرة على ذلك فلا يزال في غيبته. ولكن يتفرد الإمام الحسن عليه السلام بظلامات أخرى، هذه الظلامات التي استهدفت الحسن عليه السلام واستهدفت أباه أمير المؤمنين، وهي ظلامات التزوير. ونلاحظ بأن هذه الظلامة التزويرية بدأت تلاحق الحسن عليه السلام منذ نعومة أظفاره وحتى لحق بربه شهيدا صابرا. نجد أول ظلامات التزوير الرواية الشائنة التي تذكر ويراد منها أكثر من شيء، وهو لما ولد الإمام الحسن عليه السلام
أراد أمير المؤمنين أن يسميه حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما له والحرب، سمه حسن. ليش الرواية هذه؟ ما الذي يراد منها؟ ما المقصود من وجودها؟ المقصود الأول هذا الأمر على أن تعكس شخصية علي عليه السلام، شخصية عنف وشدة وقسوة، وأن عليه السلام ما كان شجاعا وإنما كان محبا للحرب، وهذا يراد أن يصادر بها كل ملامح الإنسانية التي كانت تطبع شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن كأنما كبر عليهم أن توجد شخصية إلى جانب قوتها وشدتها وعدم مبالاتها في ذات الله وإقدامها أن تمتلك جانبا إنسانيا، فأرادوا بهذا الأمر أن يجعل هذا الشيء. أضف إلى ذلك أن هذا أيضا سيصب في المنح الأموي بجعل شخصية الإمام الحسن عليه السلام شخصية رخوة، شخصية لا تحمل شدة ولا قدرة على إدارة الأمور أو ممارسة الحرب، فهي دائما تخلد إلى الدعاء، تخلد إلى الراحة، تخلد إلى الهدوء، تخلد إلى آخره مما يراد. زين، فإذا هذا أراد أن يضرب مثل ما يقول عصفورين بحجر. وللأسف أن يجي بعض الباحثين ويبني على هذا الأمر. الجاحظ في كتابه عندما يتحدث عن أنه عليه السلام للأسف يصم أمير المؤمنين بمثل هذه الأمور، شخصية عنيفة، شخصية كانت محبة للحرب، ما كانت شجاعة لا وإنما حب. زين، وهذا طبعا تجريد للشخصية العظيمة من مناقبها الكريمة التي شهد بها التاريخ وحدث بها التاريخ وكتبت. لكن أكو الميل الأموي والجانب المذهبي أحيانا يخلي بصماته قوية بحيث يعمي الإنسان حتى عن نظرة الحقيقة، حتى عن إدراكه للشمس التي ترمس عينيه. فإذا هذا جانب أولا بهذا الأمر، على أنه أراد بهالصورة على أن عليه السلام أراد أن يسمي الإمام الحسن حرب، لأن الحرب مدلول يتفق مع نزعة علي عليه السلام ومع تركيبته النفسية التي تنبع من حب العنف والقسوة وسفك الدماء إلى آخره. وهذه نزعة أموية لا ننساها. زين، ولهذا تأتي في جملة الوصية التي يكتبها معاوية لولده يزيد: وإني أحذرك آل أبي تراب فإنهم يحبون سفك الدماء. موجود هالمعنى، لاحظ. إذا في الصورة احنا نجد جانب مهم من هذا الجانب الذي أريد منه في الواقع، إنما أرادوا تشويه شخصية أمير المؤمنين وشخصية الإمام الحسن عليه السلام، وأرادوا أن يسندوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وفعلا اجتنا بعض الكتابات للأسف اللي الجاحظ أمثاله الذين يختار مثل هالرواية وغيرها للتدليل على أن شخصية علي عليه السلام
إنما كانت شخصية عنف ليس إلا. هذا جانب زين. إحنا بينما طبعا لما ندرس تاريخ الإمام الحسن عليه السلام، تتواصل عندنا مثل هالأمر. أكو رواية أخرى أيضا أريد بهذه الرواية تصوير شخصية الإمام الحسن عليه السلام في المصب الذي يريده الأمويون. زين، هذه الرواية التي قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي، الصورة حسن مني وحسين منك. شلون يعني؟ شو المراد؟ مع أن عندنا أقوال النبي لعلي يا علي، علي مني وأنا من علي، حسن مني وأنا من حسن، حسين مني وأنا من حسين، روايات منقولة في كتب السماردة. أنا يعني أن أعطي جميع مصالح ما شاء الله منقولة في كثير من الأسانيد وكثير من الكتب الموجودة، وخذي أنا بيع المودة، وهذا أقرب المصادر التي يذكر هذه الروايات كثيرا وأسنادها موجودة. هل إيش هالرواية؟ التفت لي، حسن مني وحسين منك. ليش؟ أولا أريد هكذا، أريد توجيه بأن سياسة علي عليه السلام ما كانت تلتقي مع سياسة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الأمر، شوف الأول، شوف الخبث، الخبث وسوء السريرة الموجود. يعني أريد هكذا أن يقال بأن شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت تختلف تماما في نزعتها وتوجهها السياسي وغيره عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله. زين، وطبعا أرادوا يوصفوا شخصية النبي بالهدوء، بالمسالمة، بالدعاء، ويريدوا أن يصوروا أيضا شخصية الإمام الحسن بهذه الصورة، فرأوا أيضا أن ينسبوا إليه، أن ينسبوه له، فقالوا بأن النبي يقول الحسن منه، يعني بأن السياسة التي يتبناها الحسن عليه السلام في سلمه، في تسليمه، في مصالحته، في دعته، هي عين السياسة التي التي كان يسير عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن الحسين عليه السلام كان ينحى في العنف منحى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شو التفت لي؟ لاحظ، احنا كثير من القضايا لابد نلتفت إلها يعني بهالصورة، وصور إلنا التاريخ أكثر. لما تقرأ التاريخ للأسف صور أن هناك نزاع بين الإمام الحسن عليه السلام وبين أمير المؤمنين، وأن الإمام الحسن يتهم أمير المؤمنين بقتل عثمان. شو عشان تتضح لك الأموية الواضحة. احنا ما نأسف عزيزي، ما نأسف على أن يكون في ذلك الوقت، نأسف لمؤرخين وكتاب يدعون اليوم على أنهم يحملون الموضوعية، ويدعون على أنهم يبحثون، ويدعون أنهم يستقصون، ويدعون ويدعون. ولا كثير للأسف. تعالوا لكم بعض الكتب، الحسن يتهم أمير المؤمنين بقتل عثمان. شو عشان تتضح لك الأموية الواضحة. احنا ما نأسف عزيزي، ما نأسف على أن يكون في ذلك الوقت، نأسف لمؤرخين وكتاب يدعون اليوم على أنهم يحملون الموضوعية، ويدعون على أنهم يبحثون، ويدعون أنهم يستقصون، ويدعون ويدعون. ولا كثير للأسف. تعالوا لكم بعض الكتب، لما مثلا تجي الى بعض الكتب، اكو كتاب مثلا دراسة ادب الشيعة، زين، يجي لك وان الشعر الشيعي الادبي الشيعي كان ينزع نزعة الغلو في اهل البيت، وكان لاحظ شعر العاطفة الشديدة الهائم باهل البيت، بينما تعال لما يكتب زين عن شعر بني أمية يقول وإن الشعر الأموي قد غذته الأصول الإسلامية فغدت بارزة عليه. ما أدري هذا يعني أي شعر،
ما أدري يعني أي شعر يعني، يعني الشعر الذي تكلم عن المجازر الإسلامية، يعني الشعر الذي تحدث عن سفك الدماء بلا حد، يعني الشعر النزعة الجاهلية، ما أدري أي شعر يعني، يعني شعر ليت أشياخي ببدر شهدوا، ما أدري، عجيب غريب ها، لكن ما يقبل أن يرى حب أهل البيت يتصبب في عواطف المسلمين، إذا صار يتصبب صار بعيد عن الروح والأصول الإسلامية وأصبح يتجه اتجاه الغلو الشيعي، عجيب غريب والله حقيقة. إنسان أحيانا يغوص ها، ومن جماعة على مستوى دكتور وعلى مستوى وعلى مستوى وعلى مستوى وعلى مستوى ها، وتعال أبويا ها، أنا ما أدري ما أدري يعني، يعني هذا يعتبر يعني شعر مثل يزيد ليت أشياخي ببدر شهدوا أو قد صلبنا ها، ما أدري ما أدري هذا إيش يعني حقيقة يا أختي. تعال أنت لاحظ هالأمور هذه ها، يجي لك يصور هالمقدار، يصور على أن هنا زين خلاف بين الإمام الحسن وبين أمير المؤمنين، وناتج هذا الخلاف الاختلاف في التوجه السياسي والرؤية السياسية، وباعتبار أن الإمام الحسن يخالف أباه، لأن أبوه الإمام الحسن من النبي، والنبي سيرته هادئة ومطمئنة ولا يحب إلا السلم والسلام زين، وكأن ما دون ذلك عنف أصولية من هالقبيل هذا زين، وأمير عليه السلام على عكسه، من هنا يختلف مع أبيه بل يتهم أباه بقتل عثمان. تعال بينما تعال التفت لي أنت، شوف للتاريخ الصريح ما الذي ماذا يقولها، يعرف على أن الإمام الحسن قد حمل الماء لعثمان ابن عفان ها الخليفة الثالث بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام، وأن أمير المؤمنين أمر الحسن والحسين أن يقفا للدفاع، لكن بوي اندفاع الجموع الغاضبة المسلمة التي ما باتت تتحمل هذا الانحراف الشديد، ما تقدر تتحمله، ومصادرة الحقوق ما تتحملها، بلغت تغص بهذه السيرة مو أكثر بوي وإلا حتى ينقل بعض أن عليه السلام عاتب الإمام الحسن عليه السلام إلى هالمقدار، مع ذلك كتاب النزعة الأموية إلا أن تصور أكثر من هذا الأمر. أتعال أكثر من هذا ها، اكو هم نكتب باب التزوير، اكو فد كلمه مزوره، شوف كل اتصف في خانه واحده، كلها تصب في جهه واحده، كلها تصب في مصب واحد، يقال بان الامام الحسين عليه السلام قال لاخيه الحسن ايش قال له ها، ليت لسانك لي وقلبي لك، عجيب، يعني الإمام الحسين يريد أن يكون في المنطق والكلام كالحسن عليه السلام، لكن يأسف أن الإمام الحسن ما كان يحمل قلبا قويا شديدا ها ماضيا كقلب الإمام الحسين عليه السلام، صواب، عجيب، تاريخ مليء، وقلت لك ولهذا قلت لك بأن الإمام الحسن عليه السلام يتفرد بظلامات دون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يتفرد بظلامات، ظلامات ظلامات ها الظلامات التي لا يزال تاريخنا يغص بها، وأحيانا ربما أيضا بعض الكلمات وللأسف تنقل حتى من خلال منابرنا، مو هذا يقرأ ولا يدري، هذا يقرأ وما يتوجه، هذا يقرأ وما هذا كلمة، وذكرت أنا تلك الليلة ليلة الوفاة، وفاة الإمام الحسن عليه السلام، وتروق ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تدري ليش ها؟ علشان أبويا لا تقول التوجه الأموي غير توجه إسلامي، لا لا، ولا تقول على أن معاوية مو على رأس فئة إسلامية وعظيمة أيضا، ويد التشويه، يد التحريف، يد التزوير، يد الوضع ها، يد الوضع، يد الوضع، الوضع مهمة ها، عملت عمل شائم زورت تاريخنا الإسلامي زين، وقلت لك للأسف مو ذاك الوقت، للأسف إلى الآن على مستوى دكتور وعلى مستوى وعلى مستوى وعلى مستوى
وتعالوا لحظة لما يكتب ويحصل له من ينشر ويحصل له ويحصل بويا. لقد هزلت حتى بدا من هزالها. المسألة هزيلة. اليوم احنا حقيقة نطالب، احنا من حقنا الآن أن نطالب كل الكتبة ونطالب كل من يمتشق القلم إذا ما يقدر على عرض الحقائق وتتبع الحقائق وإعطاء، لا يكلف روحه، سيبقى مسبة للتاريخ، يبقى مسبة. يعني احنا الآن نحتاج ده، احنا ما نقول شوف احنا لا نقول يعني تعالوا كتبوا إلنا، مو محتاجين احنا، لا 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 مو محتاجين، والله مو محتاجين، ها نقول كتبوا إلنا، لا لا، لكن نقول اخرجوا الحقيقة، اكتبوا بس الحقيقة. احنا ما نريد إلا أن تكتب الحقائق بويا، ها أبويا أقتلك وأطلع أنا المقتول، أنت وأنت القاتل. نقول بويا اكسوا حقائق حقائق، اعطوا حقائق، قدموا حقائق، ها نقلوا ما بويا. ليش ما ننقل؟ تعال خلينا نشوف، ها خلينا ننقل الكثير من القضايا التي كانت تحصل للإمام الحسن وكانت تجلي موقف النبي من هذه الأسرة، من هؤلاء الناس، ها حتى أنه ينقل إسحاق عن عمير بن إسحاق يقول رأيت أبا هريرة وقد التقى بالإمام الحسن عليه السلام فقال له اكشف لي عن الموضع الذي كان يقبلك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وما كانوا يرون شيئا، لا، لأن كان يحمل تقرير وتوجه من النبي صلى الله عليه وآله لأقبل الموضع الذي كان يقبله منه، فكان يقبله في بطنه. بويا ليش النبي توجه هذا التوجه؟ ليش النبي يهم هذا الجانب؟ ها تعال، لما أريد أن يبايع الإمام الحسن عليه السلام، ها قام رجل لحظ من الأزد فقال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن في حبوته وهو يقول اللهم إني أحبه فاحببه وحب من يحبه وليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وآله لما كنت لأتكلم، لكن أنا أحمل أنا أحمل أمر أمانة من النبي صلى الله عليه وآله. بويا وفعلا تعال لك، هذا الحب أفرغت الأمة، الأمة أفرغت هذا الحب للإمام الحسن عليه السلام، أبت أن تتركه حتى يستقر في مضجعه الأخير سليما. أبت الأمة إلا أن تتبعه وهو جنازة محمولة على الأعواد. جاءوا ليجدد بأمر من يجدد به عهدا بجده رسول الله. طلعت طلعت أم المؤمنين، طلعت لا أحل لكم أن تدخلوا من لا أحب إلى داري، متى كانت دارج دون سواك من نساء، لو كانت. وهي إحدى رواية نحن معاشر الأنبياء لا نخلف ذهبا ولا فضة، عجيب غريب. ثم خرج لك مروان وقال أو يدفن عثمان خارج المدينة، خارج البقيع، ويدفن الحسن عند رسول الله، وبدأت لك السهام تأخذ مكانها من جثمان أبي محمد. الله أكبر، أي مصيبة هذه. وكان الإمام الحسن اللي أراد أن يحفظ المسلمين فعلا قد أبى على الإمام الحسين أن يريق أو محجة دم في حقه، فرأى الحسين أن يعرج به نحو البقيع، وهناك وضع في حفرته وفي قبره، وجلس الحسين على تراب ذلك القبر وأخذ يغمره بدموع عينيه، أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب، غريب أبو محمد غريب، وأطراف البيوت تحوطه وإلى الآن غريب، وكل الذي تحت التراب غريب، أشرب ماء الموت
أم غير مائه ويدخل في الأحشاء من كلهيب تخاصر على قبر العضيد. ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله، هذا اللي علينا قدر الله، سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود. ثم اخذ يخاطب اخاه الذي يحول بينه وبينه التراب، وانت قضيت اللي عليك من المنيه وعالجت غصتها وظل اللي علي. بلى بلى، رجع الى البيت الامام الحسين، ها، واذا زينب تجول في جنبات دار اخيها الحسن من جانب الى جانب، وهي تنادي: واخاه وحسنا، اويل لزينب تحن والقلب ويا الدمع سكشا، اويل لزينب تحن ودم القلب ويا الدمع سكا، وتصيح والمدمع يصاب وبروح حجو بدر خسف نورا، يا خلق في وسط للحوم، ودارك يا خويا موحشة يمتالها تعود، بعدك خلية أصبحت مغلوقة الب أبا محمد، كل ما أعاينها خلي هي يزيد وجدي سمن، قطع كبدك يا ليت صاب كبدي، مصابك نحل جسمي يا خو ويا وحق جدي، ما ادري شيخ يا خو يا شجحت من جسمي من مصا، نوب على مصابك اديك صدري بليدك، ونوب تشب نيران قلبي وحدة تحسن، خليت ابو السجاد حاير يا ضي العين، نورك يا خويا كالبدر يزهر للشهر، الله يا معظمها علي من مصايب، موت الاخو والله يخلي القلب ذا، ما ظن احد مثل استويت مرمى النوايا، راسي يا نور العين من عظم الحزن الشا، حتى سقوا السم فاقتطعوا من روح احمد ايما غصني سما يقطع قلب فاطمة حزنا على قلب ابنها الحسن. يا الله تقبل عزاءنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اقطع يد الظلمة أن تصل إلينا، فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين، سيما أسرانا ومرضانا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم، ضاعف اجرهم، وفقنا واياهم لمراضيك، جنبنا معاصيك، لامواتهم واموات المستمعين والمؤمنين، سيما اموات المؤسسين لهذا المأتم الشريف من الماضين، نهدي للجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة
تسبقها صلوات على محمد وآل محمد.